بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة كريمة من الأخوة في قضاء تشبايش، دعونا حول طريق الموت تشبايش ناصرية، وناقشنا عدة مواضيع. المواضيع اللي ناقشناها نشكل وفد ونروح للمجلس محافظة أو نروح للمحافظ ونطرح مشاكلنا اللي هي طريق الموت، يعني هذا اللي أدى بزهق أرواح العديد من أحبائنا. فاتصلنا بالأخوة بالفهود، بشباب الفهود، وإن شاء الله باكر يعني أو الليلة الثانية إن شاء الله بعد هاي الليلة يكون اللقاء في مضيف السيد شرف خرسان إن شاء الله بناحية المنار، وأيضا نناقش هذا الموضوع وندعي الشيوخ أيضا والوجهاء والسادة حتى يكونوا المساندين إن. وبعدين احنا يعني كل واحد بمكانه، يعني تشبايش يتظاهرون بالتشبايش ويقطعون الطريق، يعني توصل لا قطع الطريق، والحمار يقطعون الطريق، وكذلك الفهود يقطعون الطريق. يعني هذا الشيء اللي راح نسويه احنا بعد، نضطر ان نسويه، يعني هذا الطريق هذا يعني خطر علينا، يعني قاعد يسبب لنا مشاكل كلش هواي. وقلت لك يعني فقدنا اعز اخوه، فقدنا اعز ابناء بهذا الشارع، يعني قاعد تصير كوارث بهذا الشارع. فلازم يعني الحكومه لازم تلقى لنا حل، لازم تلقى لنا حل، يعني بان احنا ننطي خبر للحكومه المحليه بالمحافظه، يعني نقول لهم يا حكومتنا المحليه بالمحافظه احنا جاي نعاني من هذا الشارع او من هذا الطريق، وقاعد يشوفون هم بعيونهم وجاي ننشر احنا الحوادث اللي تصير يوميا، جاي نقول لهم احنا نريد تتحركوننا أن تسوون سايد ثاني أو تخلون مفارز مرورية أو تلقون أي حل. إذا استجابت لنا الحكومة المحلية بالناصرية خير على خير، إذا ما استجابت لنا بعد إحنا نضطر إلى نسوي تظاهرة، نأخذ نستحصل موافقة، نحصل معكم موافقة ونسوي مظاهرات. وقلت لك يعني إن شاء الله ليلة الأخرى يكون اجتماع ثاني بحضور أهل الفود إن شاء الله، يعني شباب الفود هم إن شاء الله وعدونا أن باكر يجتمعون. قلت لك بمضيف السيد شرف إن شاء الله، هي يوسف الخرسان ناحية المنى. هذه مصلحة عامة من أجل أرواحنا أولا، ومن أجل أرواح أبنائنا، ومن أجل أرواح أحبتنا. فإن شاء الله راح نكون قدر المستطاع لعله نحصل على مطالبنا طبعا، وراح ندعو المشايخ وراح ندعو السادة وراح ندعو كل وجهاء المناطق الثلاث بالحضور معنا، وكذلك حضور ما يسمى بيرغ العشيرة. أهم ما يكون احنا نعرف بأنه الفزعة تتم من خلال البيرغ اللي يحضر، وهذا راح تكون فزعة للكل، وإن شاء الله ما يقصرون أخواننا سواء كان من الشباب أو من الوجهاء. مؤيد عبد علي، الأستاذ مؤيد عبد علي ناحية المنار، وشكرا للأخوة مرة ثانية اللي هم في قضاء تشبايش. تشبايش نخبة من شباب أهالي تشبايش لمناقشة موضوع السايد الثانية، الرابط بين قضاء تشبايش إلى الناصرية. وتكلل هذا اللقاء أو الاجتماع بعدة مقترحات، ومنها دعوة لأهالي المنار، وقد لبوا أخوانا من أهالي المنار هذه الدعوة وحضورهم هذه الليلة. وكان اجتماعنا هذه الليلة بطرح العديد من الأفكار لغرض المطالبة بإنشاء السايد الثاني. ومن ضمن هذا الاجتماع هناك سيكون الليلة القادمة اجتماع لجميع أهالي التشبايش وأهالي ناحية الفهود في ناحية المنار. طبعا اليوم اجتماعنا شباب قضاء التشبايش طبعا البعض، وشباب ناحية المنار في قضاء التشبايش، وإن شاء الله باكر راح نجتمع في ناحية المنار بخصوص طريق الموت اللي يربط هو التشبايش. حاليا قالوا ان شاء الله سيد الخير راح يكملون طريقه، يعني من الاصلاح للقضاء التشبايش ما يقارب 61 كيلو، فراح نقدم مطالبنا الى مجلس المحافظه والى المحافظ، واذا ما اعطونا مطالبنا راح نتصرف ان شاء الله تصرف هم لائق بينا وبشبابنا، ونتمنى من الناس والشباب ان يوقفون يعني وقفه ان شاء الله تكون وقفه مشرفه بخصوص الطريق الموت وطريق تشبايش ذي قار. قدنا كثير من احبابنا واخواننا وناسنا، وان شاء الله من الله التوفيق. اخوكم علي ابن تشبايش. وان شاء الله حيكون يوم غدا عندنا اجتماع ثاني في ناحيه المنار، والدعوه عامه للجميع، هي طبعا هي مصلحه العامه، عامه المجتمع، فنرجو الحضور يعني بقدر الامكان، يعني
نوصل حلول مناسبه حيدر العبادي قضاء تشبايش. تجمعنا في قضاء تشبايش وكان الاجتماع الاول يوم امس على كورنيش قضاء تشبايش. تم الاتصال بالاخوه من ناحيه المنار وبعدها سيتم الاتصال بالاخوه في الفود من اجل ايصال هذه المطالب الى مجلس المحافظه. للمعلومات نحن تشكلنا من اجل ان نكون وسيله لايصال صوت المظلومين بعد الحوادث الكثيره التي حدثت في هذا الطريق. فقدنا الكثير، فجعنا بالكثير الكثير من الناس. الان قد تكون نهضه، سوف ننتهي من هذه القضيه وبعدها لن ننسى قضايا اخرى امثال الخصخصه وغيرها، سوف نكون نحن في الواجهه. نرجو منكم يا اخواننا يا شيوخ العشائر ان تدعمونا، نحن بحاجه الى دعم الاخوه. وان كنا بعدد كبير مطالبنا مشروعه جدا، مظاهراتنا سلميه، فعلنا الكثير، فعلتم الكثير انتم في الخصخصه. نرجو منكم ان تقفوا معنا في هذه القضيه لانها قضيه مفصليه فيها حياه الناس. الاعلامي احمد الشهر.